صدق الله العظيم، صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا،
اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله
يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا مجيد يا الله يا واجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قيوم يا الله يا مقيت يا الله يا مميت يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله منتقم يا الله يا عفو يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا هادي يا الله يا صبور يا الله 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 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله
يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم وعافنا يا رحيم وعافنا يا رحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم لا تولي أمورنا شرارنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى اللهم أصلح أحوالنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم برحمتك الواسعة أمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم
اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك
منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.